احساسك ايه وانت داخل تموت يا عمار؟ جميل جدا. جميل جدا. انت ما عندكش قلب يا عمار. والله يا جماعه ده ما عندوش قلب. انا اشهد له بصراحه اللي هو ما عندوش قلب وجاذب جدا. دي بقى ليك ايري، اكبر بحيره في امريكا واصله لكندا. دلوقتي وصلنا سيدر بوينت على البوابات. سيدر بوينت تبعد عن مدينه سنسيناري 220 ميل، ومدينه كولومبوس عاصمه اوهايو تبعد عنها ساعه او 100 ميل، تبعد عن كليفلاند ساعه وربع، معرفش كم ميل بصراحه. لهوي. سيدر بوينت تقريبا من اكبر او تاني اكبر ملاهي في العالم، واخطر اخطر ملاهي في العالم، صنفت من افضل الملاهي في العالم. تعالوا بقى نشوف بقى واحده واحده كده جوه ونتعزل مع بعضينا، وهيعجبكم الدنيا قوي. وهنا بدايه البارك من جوه. دي البدايه. طبعا هي بعيدة جدا، طالعة بالراحة، تيجي تقف هنا وتنزل. عشان الهالوين طبعا، ده علشان الهالوين بقى. ده المعلم اللي انا شفته بالليل. الله يعرفك. هابي هالوين. هابي هالوين. دي هنا ألعاب الأطفال الصغيرين. طبعا دي مش بس يعني، ده لسه في تاني جوه. طبعا كل ده لعب عيال يعني، بصوا الالعاب ديت كلها لعب عيال. الاخطر جوه، الاخطر جوه. دي البحيره. طبعا انا حبيت اخرجكم بقى الدنيا كلها من فوق خالص.
على بيت الرعب. لا راحوا المول الدور. هنا مكان العرافين بيروا الكف بالانجليزي. Guys, hold on. Look. Look. لعبة خطيرة جدا، صاروخ بتلف لا مش عارف اوصفها بصراحة، بس لعبة خطيرة جدا. اخطر لعبة في سيدر بوينت. شايفين الصاروخ فين؟ بص على الرمادة دي بعدها سريعة قوي. يا لهوي ده عايز حد ما عندوش قلب. يا لهوي انا وانا برا خايف منها، يعني انا بعت لا قوية جدا. انا مش لاحق اصور، يعني انا مش لاحق من سرعتها اصور. Yeah, that would...